الدكتور داود من قضاء الحمدانية نطالب من الدولة تسوي شغل للعمال، تشتغل العمال، شغل ماكو من وراي الكورونا، رواتب ماكو، نريد نعيش. هاي 30 سنة أنا أشتغل بهاي الشغلة، أبيع خيار، أبيع ترعوزي، أبيع رقي، أبيع طماطة، أبيع مواد غذائية رخيصة، كل شيء أبيع لهذا الشعب، شغل ماكو. نطالب من الدولة العراقية شوية تنطي شغل هاي الشباب، هاي الأخواننا. بالنسبة لهذا اليوم هو واحد بالشارع عيد العمال، وأتمنى من كل قلبي أتمنى لهم الصحة والسلامة وتحقيق كل أماني، وأتمنى من العالم أجمع أن يضمن، أو العراق خاصة أن يضمن حقوق العمال بحقوقهم ومجازاتهم لخدمة هذا البلد وكل البلدان. هي كثير مواقف تصير بالنسبة للعمال، أكثر شيء مواقف هم أعمال البلدية اللي هم تنظيفهم رغم الأمور الصعبة والأمطار والحار والشتاء وكل أجواء، يقوم بمبادرته وشغله على تمر استعداده وكم من كل قلبه. أتمنى من الحكومة العراقية خاصة والعالم أجمع أن يضمن حقوق العمال، هم بالذات يضمن حقوقهم بعد التقاعد، بعد الأمور الصحية اللي كانت مرضى. أتمنى هذا الشيء تضمن حقوقهم لهم. بمناسبة عيد العمال أحب أن أقدم تهنئة خاصة لجميع العمال، وأتمنى من الحكومة العراقية أن توفر لهم نوع من الضمان الاجتماعي التي ليس لها حقوق، وأتمنى بالنظر لهذه الشريحة في مجتمعنا العراقي. بالنسبة للعامل أي حقوق ما عنده، إذا يتعلم على الشغل لما يكبر أي حقوق ما عنده، خطوط الدولة يعني اختصاص العامل عنده وقت ما يكون مكان معين، خصوص راتب دولي، رعاية اجتماعية، يصير عمره 40-45 سنة ما يقدر يشتغل، أم عدد نفرات 4-5 بالبيت، كان راس مال ماكو، شغل العمل تحت الصفر، اللي يشتغل يوم ثاني يوم ماكو شغل، يفكر على المصرف مال البيت، عنده بالنسبة للدكاترة الايام اي مناسبه يجيك ايام العيد، يعني تضرب الظروف ما تساعد عن طريق العماله، والراس مال عامه ماكو. ثاني عمري 23 سنه 25 سنه كو عامل، كنت 30 سنه ما اقدر اشتغل، اذا عمر صار عمره 60 سنه وين يشتغل بعد؟ اي راتب عن حقوق بالدوله. هاي الشغله صار لي تقريبا 25 سنه، يعني ربع قرن من التسعينات. زين هالايام يعني شويه شغل صار ضعيف مو مثل قبل، تدري هذه الازمه يعني مواني تفطر بعد اشغال صار ضعيف. اي هاي شو نسوي؟ راتب ما عندنا، هاي الشغله، ونطلب من الحكومه اجي تساعدنا فرت حل نسوي لنا وضعيه يعني احسن من الوضعيه. انا عمران من بغديده، نشتغل بالحلان، والحركة شوية ضعيفة هسه حاليا بسبب كورونا، وبنشتغل يعني شوية هنا وهنا وهنا بنشتغل على ما الله يفرجها، يعني حركة ضعيفة حيلة هنا بحمدانية. كنا نشتغل بأربيل طرق مفتوحة بغداد، وهسه بسبب كورونا سدت الطرق، حاليا بنشتغل هنا يعني بحمدانية بالحلان.